السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وختاما أيها الأحباب، كانت معنا في الفاصل واحد المكالمة من فاس، أخت فاضلة تخبرنا بوفاة شقيقتها للا أمينة. للا أمينة كانت صديقة البرنامج وكانت تتابعنا عن كتب، وكانت سيدة فاضلة تحب الخير رغم أنها على قد الحال، وكانت تكون من الناس اللي كيبغي يدير الخير مع الضعفاء والمساكين. وبعد قبل لحظات اتصلت بنا أختها وأخبرتنا بأنها قد توفيت، وهذا خبر مؤلم لهذه المرأة الطيبة، ولكن أقول لها ضيفة مكرمة إن شاء الله عند الرحمن. الصالحون كانوا يفرحون بلقاء الله، يقول لك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والموت في الأصل هي ليست فناء ولا نهاية، بل هي البداية، هي رحلة من الأرض إلى السماء، رحلة إلى الملكوت العلوي للقاء الله. وربنا يجعل الميت يرى كل شيء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وإنها الآن في قبرها إن شاء الله تكون منعمة. فدعوة أيها الأحباب الكرام للأخت أمينة، اللهم يا ربي يا كريم، إنها أمتك وابنة أمتك وابنة عبدك، كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، واغفر لنا ولها. اللهم باعد بينها وبين ذنوبها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم يسر حسابها ووسع مدخلها. اللهم يمن لها كتابها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرها مزارا للملائكة، اجعل قبرها روح وريحان وجنة نعيم. اللهم اسقها شربة ماء من حوض النبي لا تضمأ بعدها أبدا، واجعلها يا ربنا من القبور إلى القصور، اجعلها ممن يمرون على الصراط مرور البرق الخاطف، اجعلها ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم أدخلها الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، واجعلها بجوار نساء النبي المصطفى مع أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومع أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ومع أمنا حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله عنها، ومع السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم رحمة واسعة وارزق أهلها الصبر والسلوان. يا ربنا يا خالقنا في هذه الليلة ارحم جميع أمواتنا يا ربي يا كريم. كل من عنده ميت يستحضره الآن في قلبه، اللي عنده حبيب أو قريب توفي الآن يستحضره في قلبه، وندير دعوة جماعية، لأن الدعوة الجماعية كلما كانت جماعية كانت أقرب للإجابة. فاللهم يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر لجميع أمواتنا. اللهم اغفر لوالدينا وأجدادنا، واغفر لأعمامنا وعماتنا، واغفر لأخوالنا وخالاتنا، واغفر لأحبابنا وأقاربنا، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم يا ربنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ربي يا كريم، أبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أدخلهم الجنة. اللهم يا رحمن يا رحيم، اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا.
اللهم يا رحمن يا رحيم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم وافرش قبورهم من فراش الجنة. اللهم املأ قبورهم بالرضا والنور والفسحة والسرور. اللهم قهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إن عبادك كانوا مؤمنين يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك. ارحمهم تحت الأرض واسترهم يوم العرض ولا تخزهم يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات ميزانهم وثبت على الصراط أقدامهم وأسكنهم في أعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين واجعل آخر أنفاسنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تجعل قلوبنا مملوءة بكلمة لا إله إلا الله. يا رب الكلمة الطيبة الكلمة العظيمة التي هي سر الوجود والتي هي مفتاح الجنة والتي هي مفتاح باب اليسار كلمة لا إله إلا الله. نسألك يا مولانا أن تغرسها في قلوبنا. اغرسها يا مولانا في قلوبنا وانقشها على صدورنا واجعل ألسنتنا رطبة بها. ونقول يا رب العالمين لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم اجعل كلمة لا إله إلا الله علينا في قلوبنا وصدورنا وفي كل وقت وحين. أيها الأحباب الكرام ما زلنا مستمرين معكم. معنا ربما آخر مكالمة الأخت حسنة. حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.